السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله يحييكم. خليكم معنا اليوم في تجربة لطيفة جميلة غريبة شوية، فزي ما عودناكم مكملين معاكم في كل جديد وغريب في عالم المحركات. معنا اليوم تجربة شيري 8 برو ماكس. ترى هذا مو اسم جوال، هذا اسم سيارة، بس عشان الواحد يلخبط لأنه فهو اسم سيارة. خليكم معنا اليوم نشرح لكم على الجميلة هذه، لأنه بصراحة تخفي مميزات فوق ما تتخيلوا تحت الشكل خلينا أقول يعني حبوا يخلوها الشكل الوقور شوية مش الشكل الجميل جدا. فخلينا نشرح لكم على المميزات الموجودة عندنا هنا اليوم، لأن ما شفت كمية المواصفات الموجودة داخلها هي اللي خلتني أروح أطلع وأقول أبغى أجرب السيارة دي. خليكم معنا. احنا معنا اليوم الله يسعدكم سيارة جاكور، قصدي سيارة شيري. ليش بقول لكم جاكور رينج روفر؟ مصنع جاكور رينج روفر جاي للصين بشراكة مع شيري، هم اللي بيصنعوا للصناعة الأوروبية، للسيارة الأوروبية. فالسيارة هذه مبنية على شاصية وتقنيات جاكور رينج روفر. فالسيارة هذه فيها كمية مواصفات أوروبية، بس العلامة اللي عليها صينية، اسم شيري. هم مفتخرين جدا فيها انه هذه تقنيات اوروبية بيطوروا من سياراتهم. سيارة ذكية جدا، اجهزة الانذار، التنبيه، الخروج من المسار، الخروج من المسار، تثبيت على المسار، تصحيح المسار، التنبيه المتقدم، الفرملة تلقائية، الرادار الذكي، مثبت السرعة الذكي، والتنبيه المناطق العمياء، الرجوع للخلف، فتح الشنطة بالرجل. يعني فيها كمية مواصفات خيالية، حتى كمية الـ LEDs اللي موجودة عندنا في السيارة، في المقدمة، في المؤخرة، بصراحة كمية LEDs خيالية جبارة. الحديد الصلب، طيب يا أخي الصيني ما في سلامة، ممتاز. الحديد الصلب 60%، الله يسعدكم، 60% High Intensity Steel عليها، حديد صلب 60% في السيارة دي. فدفع أمامي، دفع رباعي، صرفية، بطاقة الوقود جاية ما شاء الله في الأخضر في الممتاز. كنت بتكلم مع جماعة الصينيين على حكاية شركة شيري مع شركة سنابل. يا جماعة الخير، في شكاوي مثلا الناس بتتكلم على الصيني بشكل عام، فاتكلم معه جزئيتين. القطع غير الصيانة، قالوا له احنا مستعدين، وكميات من قطع الغير بنبعتها بشكل كبير جدا، عشان بيبعتوا ولسه هيبعتوا كمان كميات اكبر. فتجهيز الناحية هذه بشركة سنابل الوكيل شيري اكسيد. خلينا نقول كمان الاثنين دول علامتين، فحتشوفوها طبعا غير كلمة برو هنا. فانا كان اعتراض على كلمة برو ماكس، حسست اني بتكلم على جوال. النقطة الثانية، كنت أتكلم طبعا يا أخي تصميم السيارة حلو، بس كان ممكن يكون أحلى من كده شوية نظرا لبعض السيارات الصينية الثانية. قال والله إحنا حبينا نخليها إنه السيارة الفخمة الراقية الوقورة شوية. فأنا هنا بقتبس كلام الشخص الراجل المدير الصيني عندهم، فهذا توجه حق الشركة. المواصفات الداخلية بصراحة في السيارة، إن كان فخامة، إن كان ثبات، إن كان سلامة، إن كان أمان، أضعاف. يعني زي تقول والله شكل السيارة جذبني، حلو، لكن المواصفات الداخلية هنا عاملة زي ما يقولوا the tip of iceberg، الجبل الجليدي اللي يكون عمقه بالكامل تحت الموية أكثر، ويدوب الرأس باين. فعندنا هنا كمية التقنية يدوب اللي شايفينه على السطح، الباقي كله أسفل السيارة. مقاس الكفرات الله يسعدكم، عندنا مقاس الكفرات 235 على 55 R18 على السيارة هذه. عندنا التوربو الVVTi، متعاملين تماما مع شركة بورغ وورنر في التوربوهات وفي أنظمة الدفع وفي رأس المحرك، في أنظمة الصمامات المتغيرة، عملية حتى التبريد، الهواء اللي بيدخل معانا من هنا بيطلع من هنا. عندنا على الكفرات كبوت في مساعدات، وعندنا هاي كلمة تيجو الله يسعدكم. شوفوا هذا المحكينا بالعرض، 4 سلندر 2 لتر توربو، الجير بوكس 7 سرعات، دبل كلتش، دبل كلتش ويت، تقنية اللي هو اللي هي السائلة. في عندنا تبريد، يعني عملية التزييت والتبريد حق الجير بوكس تتحمل جو حار، ودبل كلتش 7 سرعات، شركة زدف الألمانية، وتقنية المحرك من شركة بورغ وورنر الأمريكية، التوربوهات والمواصفات الثانية فيه.
خلينا نشوف داخلية السيارة، الشنطة، باقي المواصفات الفخمة عشان نخلي لكم الفيديو. بحاول اخلي الفيديو كده قصير وسريع وكامل بالمعلومات. مرجعين الكرسي الامامي للاخر على طول 1.80 متر. في عندنا ما شاء الله تقريبا اصبعين شوية، 3 اصابع هنا من السقف. عندي ما حقيس ناحية البانوراما، حقيس على المنطقة الاضيق، فبنتكلم عندي على 5 اصابع وشوية زيادة عن 5 اصابع بدا الشكل، ما هي مضغوطة يعني. فعندنا 5 اصابع وشوية مساحة، عندنا فتحة سقف ما شاء الله، بانوراما، اضاءة خلفية، ارباقات امامية، ارباقات جانبية موجودة معنا للاخر، الوقود في الاخضر، فتحات التكييف عندنا هنا 2، ما هي 3 صفوف ركاب، صفين. فتحات التكييف عندنا هنا في الاسفل ما هي فوق، فجاية ما شاء الله مقدمة السيارة بالكامل، ارباقات، نظام السمع من شركة سوني، الكراسي جلد مخرم، الايزوفكس لكراسي الاطفال، تثبيت الاطفال، والكراسي فعلا طرية. وممكن اذا حابب مثلا انا جالس هنا، زوجتي جالسه مثلا جنبي، والسواق اللي بيسوق السياره، فممكن انا هنا بضغط الزر احرك الكرسي، ارفع الظهر اقدمه للامام عشان الجالس الخلف ياخذ راحته. الابواب عندنا هنا يعني الفانيل بشكل جلد وبشكل الومنيوم، وزي ما قلنا سماع نظام السمعي حق طبعا. حتى عندنا هنا تنبيه المناطق العامية للخروج من السياره موجود عندنا في الباب، زر أحركم هو هنا، هو ده موجود، بحيث انه لما الواحد يفتح الباب والسيارة جاي من الخلف، طفل كبير او شيء، فبديك كمان انذار انه خد بالك. فعشان كذا زي ما قلت هذه سيارة اوروبية تصنيع الصين، زي ما الكوريين دخلوا كانوا قلنا سيارات اوروبية تصنيع كوريا، دول تصنيع الصين. العزم والاحصنة، الاحصنة هنا اعلى من اذا قرناه مثلا بالسانتا في، فالاحصنة اعلى او العزم الاحصن اعلى من 4 سلندر، لكن العزم التوربو مع الدايركت فيول انجكشن الموجود في السياره هنا لما تقارنه بالسانتا في 6 سلندر، العزم حق ال4 سلندر هنا اعلى كمثال مقارنه مع المنافسين. فهنا جماعه ركزوا على عمليه انه 4 سلندر وعزم عالي ما شاء الله 390 نيوتن متر على دورات محرك منخفضه جدا، تديك عزم عالي داخل السياره بحيث انك انت داخل المدينه وانت ماشي ما يحتاج تضغط بنزين كل شويه، السياره شايله نفسها بكل راحه. 390 نيوتن متر يعتبر من ضمن اعلى السيارات الصينيه واعلى في من ضمن المنافسين في ال4 سلندر في السوق. 390 نيوتن متر. هذا كرسي الصف الثالث، عفوا السياره الصف الثالث موجود عندنا، وفي عندنا فتحات تكييف كمان، اعتذر على الغلط مني وسط الزحمه كده، شكله ماني نايم كويس. في عندنا سيارتكم سياره صف ثالث، وعندنا هنا كمان فتحات تكييف جانبيه، انا قلت اول بالغلط صفين، هي 3 صفوف ركاب. وعندنا هنا الاستبنه، مكان الاستبنه، عندنا هنا كمان الاوتلت الكهرباء، ال اي دي الامامي والخلفي فيها رائع جدا، ومن السيارات الصينيه القليله اللي اجد فيها الشكمانات ما شاء الله، حجمها ممتاز، الكاميرا الخلفية، حساسات خلفية، الشكمانات هنا شغالة وهنا كمان شغالة، ما هي ديكور، فشيء ممتاز. هذا الوكيل شركة السنابل الحديثة للسيارات، دفع رباعي، اول ويل درايف. معلومة شرحت لك 100 قبل كده بس من باب يعني التذكير، لما تلاقي 4 دبليو دي يعني دفع رباعي، يعني تقدر تفصل وتشبك دفع رباعي. الاول ويل درايف بيكون دفع رباعي مستمر طول الوقت، مع انه هنا برضه تقدر تفصل وتشبكه، فيمكن يعني اختلاف ثقافات الصناع ان عاملين اول ويل درايف، لكن يعني هي هذا المفروض المسمى حقها. وهنا عندنا 390 نيوتن متر العزم وتوربو، وهنا كلمه برو ماكس الجوال. ما شاء الله الأداء السيارة لا بأس فيه أبدا على 4 سلندر على هذا الحجم والوزن، 158.5 كيلومتر للساعة، من 0 ل 60 عفوا في 3.62 ثانية في 38 متر، من 0 ل 100 في 7.73 ثانية في 132 متر. عندنا هنا لاستيكم الكاميرات
وضعت 360 درجة أمامية خلفية، وهذا 360 درجة بالكامل. هذا لسعتكم، حطينا التكييف على 20، حطينا التكييف على 20 اهو، جاب 11 درجة مئوية، 11.2 اهو، بينزل معانا. وعندنا تبريد الكرسي الامامي، تسخين الكرسي الامامي كلها موجودة. عندنا تثبيت مسار، تنبيه خروج من مسار، كل شيء ما شاء الله قدامك موجود في السيارة. وهذا تكييف احنا لسه بنقول يا هادي ما شاء الله هي بتنزل معانا. هذا لسعتكم، وضعية القيادة سبورتس مود انترد، يعني حتى لو انت ما انتبهت لكلام الاخ موجود يزعجك. اوف رود مود انترد، حتى عملية ال ايكونوميك مود انترد، بين وضعيات اقتصادية رياضية وبين وضعيات الخروج عن المسار، عفوا وضعيات الخروج عن الطرق المعبدة اذا احتجت. عندنا حتى كمان الكراسي في الصف الثاني والثالث موجودة عندنا هنا، الاحزمة مربوطة ولا، والتنكي كم يمشيك. فزي ما قلت بصراحة سيارة متطورة تقنيا جدا. ثلاثة وستين فاصلة سبعة، عزل الصوت ممتاز. 63.7 عزل الصوت ممتاز بأمانة. طيب، عزل الصوت ما شاء الله ممتاز. أداء السيارة بصراحة أعلى بكثير مما توقعت، لأنه الجماعة كنت بتكلم معهم كل شوية يقولوا جربها مع 6 سندر، جربها مع 6 سندر، جربها مع نفس 6 سندر. طيب خلينا أقتنع أجرب التسارع حقها لوحدي أول، وما شاء الله أداء السيارة رائع. الحديد الصلب 60%، عملية الإرباقات، الـ LED اللي مركزين فيها أمامي وخلفي، الشاشات الداخلية، شاحن الجوال عندنا هنا تحت موجود كمان وايرلس. بصراحة في كمية مواصفات في السيارة رائعة جدا. لو حاطين عليها عروض الآن كمان هنا حلو، في عندنا الإضاءة الأوتوماتيكية، لأنه أحيانا كثير للأسف بعض السيارات ما فيها زر الأوتو. الجير بوكس 7 سرعات دبل كلاتش عندنا كمان، عملية الـ VVTi، عملية حتى الكاونتر بالانس، الأربع سلندر فيه اهتزازات شوية، فحاطين لكم كاونتر بالانس بتلغي الاهتزازات بشكل تلاقي عمدان تدور بشكل معاكس فتلغي اهتزازات عمود الكرانك شافت حق السيارة فيصير أهدى. فبصراحة في كمية مواصفات زي ما قلت لكم، سيارة أوروبية تصنيع الصين، عشان كده قلت لكم جاكور ورينج روفر. بصراحة السيارة أبدعوا في اللي سووا فيها، حاطين حتى كمان عليها 50-50 وعاملين عليها أظن الضمان، عفوا بدفع عنكم الضريبة، في شوية توفرات كده هنحاول نحط لكم إياها كاملة. زي ما قلنا احنا دورنا لسيتكم نجرب السيارات نكتشف. بعض السيارات بصراحة لما نسوقها حلوة، بعضها كأني بكتشف سيارة فعلا تحفة فنية بس ما كان أحد منتبه لها، زي ما جربنا مع المازدا وسوا الكوري سابقا، بعض السيارات كانت فعلا فلتة. فهذا بصراحة أعتقد من السيارات اللي شكليا يمكن واحد كده حلوة فخمة معدية ما انتبه لها، لكن لما يشوف إيش في تحت الجلد، إيش في مواصفات داخلية، السيارة بصراحة إبداع اللي عاملينه فيها. ختاما شكرا لكم لمتابعتكم الكريمة، نراكم على خير. والحلو كمان حتى كل ما لف الدركسونة هي الشاشة على طول تلف تشتغل معنا الشاشة. دقيقة نشوف الدركس، بس نلف اهو تشتغل على طول لوحدها بدون حتى غماز ولا اي شيء كنوع من السلامة. السيارة حتى كمان يعني زي ما يقولوا تتوقع وتتنبأ بسواقتك، وعندنا الرادار هنا موجود فوق حق القيادة الأمامية، لو في أي نوع من المخاطر السيارة اللي قدامك أو اللي قدام اللي قدامك من عندنا هنا على طول بتقرأ الطريق. حتى لو تلاحظوا الشاشة هنا الطبلون عم زي جاكور الاف تايب، نفس الطريقة إذا تلاحظوا هنا الشاشات أخذها نفس السال حق جاكور رينج روفر. شكرا لكم شباب، نراكم على خير ودمتم بخير وعافية.